مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سواحل الشرقية خلال يوم الغد بإذن الله ستعرف تراجع في درجة الحرارة مقارنة بنهار اليوم، لكن نسبة الرطوبة تبقى عالية خلال الصباح الباكر على كل سواحل الوسطى والشرقية، هي التي ستعطينا الإحساس أكثر بالحرارة. أجواء مشمسة إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الشمالية مع هبوب رياح قوية نسبيا بالهضاب الوسطى. المناطق الجنوبية ستشهد أجواء مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، بينما خلايا رعدية موسمية تبقى تنشط بأقصى الجنوب إلى غاية منطقتي الهوغار والتاسيلي. زوابع رملية ستنتشر بشمال الصحراء ووسط الصحراء، بإمكان هذه الرمال أن تتصاعد إلى غاية الهضاب الغربية وكذلك الوسطى. عن الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى مرتفعة، تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة بالمناطق الغربية، ترتفع بالمناطق الوسطى وكذلك الشرقية مقاييس ما بين 20 إلى 25 درجة، أما جنوبا 21 درجة متضرب بتندوف، 29 درجة بشمال الصحراء، 30 درجة ببسكرة المغير ورقلة، نفس المقياس بأدرار وتيميمون، 34 درجة نحو أقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف انخفاض نحو السواحل الشرقية مقارنة بنهار اليوم، 28 درجة متضرب بعنبة، 29 درجة بوهران، في حدود 31 درجة بمستغانم ووهران، 33 درجة بتيزي وزو، 37 درجة بمعسكر غليزان، ترتفع إلى 38 درجة بقسنطينة وباتنا، أما جنوبا 38 درجة بتندوف وبن عباس، بينما تكون أجواء حارة تميز شمال الصحراء مقاييس ما بين 40 إلى 42 درجة، كذلك بالجنوب الشرقي وأجواء جد حارة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب تقارب 47 درجة تحت الظل. فيما يخص البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب، وهذا على كل سواحل، الرياح تكون ضعيفة متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى وجنوبية غربية بسواحل الغربية لتدور إلى غربية تماما نحو سواحل الشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، إذا طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت والأحد تبقى نفس الوضعية الجوية، درجات حرارة تقارب المعدل الفصلي، لكن نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر مع ضباب وكذلك رياح قوية نسبيا ستميز السواحل الغربية والوسطى. تبقى تنشط خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة بكل الهضاب العليا والمرتفعات، خلايا رعدية موسمية أيضا ستنشط بأقصى الجنوب إلى غاية منطقتي الهوغار والتاسيلي. تبقى أجواء جد حارة تميز أغلب مناطق الجنوب الكبير من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. وقت شروق الشمس صباح الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 صباحا و30 دقيقة، والغروب على 8 مساء و9 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.